الوعي نعمة الحمد لله رب العالمين والوعي موجود، لذلك أنا كل سنة أعمل فحوصات. صحيح قبل الفحص أحط كده هامش أنه 1% لا سمح الله أني ممكن أكون مصابة، فأهب نفسي نفسيا إذا قالت لي الدكتورة أنه في إصابة، ولكن الحمد لله رب العالمين خلصت فحوصاتي اليوم وكل شيء سليم، اللهم لك الشكر والحمد. بس قالت لي الدكتورة كلمة أثرت فيني وأبغى أوصلها لكم. قالت لي بحزن لما أشوف بعض الحالات أنه بيجوا مثلا فتيات أو سيدات ويكونوا مصابات، وأقول يا ليتهم جو بس قبل المدة هذه بسنة، كان قدرنا ننقذهم وكان العلاج أسهل. لذلك الوقت 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 له عامل كبير، فرجاء عشان سلامتكم تعملوا هذه الفحوصات. اليوم بالتعاون مع المستشفى الأمريكي نطلق تحدي وردي وجميل لكل السيدات دون أي استثناء، وهذا التحدي يكمن في أن هي تعمل فحص مبكر للثدي. طبعا هذا التحدي راح أبدأ معه ثلاثة، أختي أسيل عمران، صديقتي الإعلامية فادية الطويل، وصديقتي صاحبتي أيضا هبة الرمحين، أنهم يعملوا فحوصات ويتحدوا ثلاثة أخريات أنهم أيضا يعملوا نفس هذه الفحوصات. طبعا في النهاية كل لصالحكم، أتمنى السلامة للجميع إن شاء الله.